مساء الخير مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في هذه الحلقه من قصه الناس واللي غنسميوها اليوم قصتهم من بعد. كنرحب بالناس اللي حاضرين معايا داخل البلاطو اللي اكيد كتعرفوهم وسمعتوا من قبل قصتهم. كنرحب ايضا بالاستاذه رقيه الهوري اللي حاضره معايا اليوم في هذه الحلقه بالحضور الكريم لداخل بلاطو قصه الناس. مرحبا بك سي احمد فاطمه وعائشه وفريد، شكرا عليك لكم الحضور مره واحده اخرى في البلاطو ديال قصه الناس، وحنا في هذه الحلقه اللي كنسميوها قصتهم من بعد. احمد ما بقاش دابا شي واحد اللي ما تيعرفكش. يا ويلي راك الشراره كبيره، شهره كبيره. ويلي من نهار دزتي من هنا دزتي قصه الناس، فين كنتي كتجلس؟ الكرسي الثالث واقيلا. هذا هذا الكرسي هذا لا باقي لا كان تيهضر ياك. هذا الكرسي لا تيهضر يقول راه كان. قبل ما نبداو نعرفوا احمد التطورات في القصه ديالك وشنو وقع بالضبط، بعدا تنقول للمشاهدين الكرام يتفكروا اقوى اللحظات في القصه ديال احمد ونرجع لكم بعد قليل. دابا انا اصليا من مكناس، الوالد والوالده الوالد قال الوالده لحيوم بالزنقه. شكون اللي قال لك هذا؟ الوالد راه عيطات لي سي امراه من فرنسا. انت ما كنتيش عارف شكون باك، ما عرفتيش شكون باك ياك. لقيتي راسك في هذه المؤسسه؟ لقيت راسي في الخيريه. كبرتي تما، واكل شارب، هما تيصرفوا عليك؟ هما اللي انت وخوك؟ انا وخويا. ووالديكم تتقلب تتشوفوا؟ دابا كنقلب غدا ان شاء الله. تفكروا تقلبوا عليهم؟ تقلبوا عليهم ان شاء الله. غدا تقلبوا عليهم؟ تقلبوا عليهم ان شاء الله. وعلاش غدا زعما؟ غدا حيت اليوم حيت كانت قصه الناس، هما اليوم كنت غادي نمشي لنا. كنتي اليوم غادي تقلب؟ اليوم كنت غنمشي لمكناس. والبارح؟ علاش ما قلبتيش؟ البارح لا البارح انا لا مشيت اليوم راه ما غاديش اليوم. ما غاديش اليوم. حمقتيني. حبوختيني. وهذه 15 عام علاش ما قلبتيش عليهم؟ كنت خدام. ايوا. يلا عاد كونجي. دابا نكملوا احمد، اش وقع من مور ما شاركتي معنا؟ الناس دابا راه شافوا اللقطات واللحظات وشحال ضحكنا وشحال بكينا وشحال عاودنا على عليك وعلى خوك وعلى الضياع والتشرد اللي عشتوا فيه. انا هذاك من بعد هذاك التشريع اللي دزت عليه دابا، هذاك الشيء الموضوع اللي داز عليا الحمد لله. مشيت نتفيلات مكناس، عطاوني الادريسه، قالت لي راه امك باقا عايشه. واللي عطاك الادريسه؟ لا البيطا ديال محمد السانك، منو جبد عليا سميات الناس اللي خارج عليا. الناس اللي يمكن فين ديال محمد الخميس عطاو ليا، قالوا لي ها كاينه جداتك كاينه الام باقيين عايشين. وداك الشيء بسرعه ما كلبوا ما بالزربه. حيت هما كانوا عارفين، كانوا كيتسناوني تنجي انا. دابا هما شافوك في البرنامج ولو عارفين القصه ديالك زعما. يعني الدوزه ديالك هنا سهلت عليك بزاف الحاجات وليتي مشهور. دابا منين دارت هذه قالت لي ضروري ولكن بالشرط ما تمشيش للدار ديالهم. ممنوع تمشي للدار ديالو، ما تدورش دار من؟ دار والديك. تمشي عند وكيل الملك، السيد وكيل الملك ديال الاسره. اييه. هو اللي غادي يدير التحقيق ديالو. اييه باش تعرف بعدا واش والديك ولا ماشي والديك. درت انا بعدا مشيت عند نائبه السيد وكيل الملك، قالت لي راه ضروري نعيطوا لعائلتك باش يحضروا. اييه. قالت البويس المهم ما تمشيش انت. ما مشيتش انا. اييه. شتي شنو درت؟ جابوهم، جات الوالده، جات. شحال ديال الوقت؟ هذيك الساعة منين مشيت للمكناس مشيت مع ديك 12 ونص. إيه 12 ونص نهار الجمعة، قالت لي هذاك الشيء نهار الجمعة. من تما جابوهم، قالت لي الوالدة جابوهم في نفس النهار. عند الدخلة ديال الوكيل الملك في نفس النهار. على هما تا هما في مكناس. في مكناس في سالع زريكتوني. والديك باك أمك ولا غير لا ما باغيش نعرف با غير أمك. بان أمي وجدة. اللحظة اللي تلاقيتي فيها مع أمك جات شحال من عام؟ شحال في عمرك احمد؟ انا شحال في عمرك؟ 22. 22 عام. 22 عام وانت كتقلب على امك. في لحظه لقيتي امك جابها لك في السيد وكيل الملك ولا النائب ديال النائبه ديال وكيل الملك الله يجازيهم بخير اللي داروا الخدمه ديالهم والاجراءات ديالهم وجابوا لكم هذه السيده. عاودي هذيك اللحظه بالضبط كيفاش حسيتي؟ انا منين حسيت صدمت. تصدمتي؟ تصدمتي. ملي لقيتي امك منين وقفات عليك؟ قال لها الوكيل الملك عيني عيني فين هو الراجل ديالك؟ قال لي قالت لي راه ما كاينش. قال لها اذا هو اللي فيه لافور. قال لها بعدا منين غادي نعيطوا لك ان شاء الله تعاود عندنا المكناس
وغادي واش تسمح لي انا قلت له بعدا بلي جيتي خويا ما مسامحش انا ما مسامحش. المهم انت لقيتي الوالده ديالك. الحمد لله. مازال نكملوا القصه معك احمد، شكرا بزاف حيت رجعتي مره واحده اخرى. العفو ما كاين حتى مشكله استاذه مدام نهاد. مرحبا بك سيدي. فاطمه تنسي كانت عندك قنتي كانت بلاصتك هنا، انا كنعقل على كل واحد وبلاصتو، لان اللي كيدوز في قصه الناس ماشي مجرد داز وانتهى الامر، ولكن كتبقى وكتخليو بلاصتكم وتنبقاو نسولوا عليكم بدليل انكم معنا اليوم، وبدليل اننا هاد قصتهم من بعد كل جمعه المغاربه غيتلاقاو باش يعرفوا التطورات وشنو غيوقع للناس اللي دازوا معنا. انت كانت عندك واحد القصه اللي مؤلمه اللي ضراتنا في قلبنا مع خوتك مساكن. مرحبا بك بعدا فاطمه حيت رجعتي مره واحده اخرى. قبل من نعرف التطورات ديالك، انا كنقول المشاهدين الكرام يمشيو يشوفوا فاطمه في هذا الفلاش باك يتفكروا اقوى لحظات معها، ونرجع لكم بعد قليل. القصه ديالنا صعيبه بزاف. انا توفى ليا الاب ديالي والام ديالي، واخوتي ما كانوش مراض، كانوا مع الام ديالي الله يرحمها، مشاو يخدموا معها، وفاش بغات تقطع الطريق ضربتها الطوموبيل، مشاو يخدموا بالليل، والخدامه هربوا عليها كاملين، بقاو غير وليداتها اللي بقاو مساكن، هما كيهزوها ويحطوها ويهزوها ويحطوها، صافي جاو كلشي مريض. دابا حاليا انا خوتي الا ما ربطتهمش بالسناسل راه ما كيجلسوا ليش في الدار. انت دابا راكي رابطاهم باربعه ديالهم عاد لا غير جوج بنات، اما حتى واحد الولد راه كيحيح علينا، كيخرجنا على برا بالموس، ما كيبغيش يشرب لنا الدواء، كيخرجنا انا وخواتاتي واخا هما مرض، كيجري علينا، اما نجلسوا في الزنقه اما نجلسوا في السطح، كنهزوا البرد وما عندناش فين نمشيو، عندنا غير بيت واحد كيتكرفس علينا، بيت واحد كي غنديروا باش نجلس انا معاهم كاملين هما مرض. انا براسي تنحس براسي بلا مريضه. عاودي لي فاطمه من بعد ملي مشيتي من هنايا شنو لقيتي في الحياه؟ شو كيتسناك؟ اولا بغيت نشكر هاد الناس اللي جابوني اول مره للميدي ان تي في، كنشكرهم من قلبي، هما اللي عاونوني بزاف بزاف. هادو جيرانك اللي جابوك هنا مع النهار الاول؟ النهار الاول حتى هما راه ديما كيجريو معايا، انا كنشكرهم بزاف، راه بحال الوالدين ديالنا. انا واخا ما عندناش والدينا، هما حسونا بحال والدين. الحمد لله. انا كنشكرهم بزاف. الحمد لله. بالفضل ديالهم وبالفضل ديال الله سبحانه وتعالى تبدلت حياتنا. من ناحيتاش تبدلت الحياه؟ تبدلت حيت خوتي ولاو كيشربوا الدواء ولاو مزيان. ولقينا الاطباء اللي كيوقفين معنا بسبيل الله. ما كانش قبل؟ لا كان واحد السيد. كان شويه. حيت فاش جيتي هنا كنتي كتبكي بالدموع على خوتك وعلى قله الشي، وكتقولي انا مكنتش نخرج، كنربط، قلتي لي كاع كنربطهم، كنربط خوتي وهذا وهذا. دابا قلت لك الحمد لله ولاو كيتبعوا الدواء، ولاو الحمد لله كيشربوا الدواء. وكاينين الاطباء اللي متبعين معاهم الله يجازيهم بخير، حتى هما متبعين معاهم. ودابا فاش مشيتي انت في فاس ولا فين؟ لا مكناس. انت في مكناس، فاش مشيتي لمكناس الناس عرفوك، الناس تعاطفوا معاك؟ عرفوني بزاف ديال الناس لا في المغرب ولا في الخارج المغرب، فرنسا بزاف ديال الناس اللي اتصلوا بيا. انا كنشكرهم بزاف بزاف حيت وقفوا معايا، عارفين القصه ديالي واقفين معايا، تنشكرهم بزاف. مزيان. واحد السيد فاش مشيت من هنا كنشكره بزاف بزاف، ساكن في ما عرفتش هذيك البلاصه فين ساكن، ماشي مشكل، اتصل بينا وبغى يشري لنا الدار وعطى 14 مليون. يعني شوف الناس اللي كتعاون 14 مليون صنع كبير ديال الفلوس باش تعتق، باش ينقذنا من هذيك، راه ماشي غير نقدنا. بيت واحد راه كي غدير باش تعيش مع اربعه ديال الخوت هما مراد، ما يمكنلكش تعيشي معاهم كلهم مراد، ولكن الحمد لله. ايوا جا هذا المحسن، عطى جا هذا المحسن صنع على شي واحد الجمعيه في مكناس، وعطاهم قال لهم بعدا سيروا عند هذوك الناس شوفوا واش فعلا هاد الناس عندهم هاد الحاله. جاو عند يتاكد، جاو عندنا هذوك الناس وشافوا النت، باين انا وخوتي هكا راه عارفين بلي راهم مراض وفي بيت واحد، عايشين في بيت واحد. قالوا له شنو هشنو، وصافي ولا جا عندنا وقالوا لي بلي حنا بغينا نكريو لكم شي دار، واش ممكن؟ ما قالولوش في الاول بلي غنشريو لكم الدار. هما راه تصيفطهم هذاك السيد وجاو لعندي، ومره اخرى جا عندي النت السيد براسو وشاف الحاله وشاف انا وخوتي وصافي هذا، وقالوا لهم هذوك الاخرين الجمعيه الاخرين حنا كاع المحسنين هذاك الشيء اللي بقى باش يكملوا لنا الدار
هو عطاكم 14 مليون. هو عطى 14 مليون ماشي لينا حنا. عندما تشري لكم. ماشي لينا حنا، عطاها لهذيك الجمعية. شي حد اللي تكلف بينا. اللي تكلف بينا. عطاها الجمعية. والمحسنين الله يجازيهم بخير، لا في المغرب ولا في الخارج المغرب، راه بزاف ديال الناس أنا كاع ما كنعرفهم كيصونيو علينا. وكيقولوا لي كيصيفطوا لي الفلوس ماديا. كيعاونوني على الماكله ديالي. لا الدواء اصلا، الدواء راه هاد السيده اللي حاضره معنا هي اللي متكلفه بالدواء، بالدواء ديالهم. وكاينه واحد الاستاذه فاطمه الزهراء كنشكرها بزاف بزاف، هزانا بالماكله ديالنا والدواء ديال خوتي والطبيب ديال خوتي. وكاين الطبيب نت اللي كيعاون بسبب الله، حتى هو كيدير العمل لله. بزاف تاع البيبان في فاطمه. الحمد لله الحمد لله. والدار شنو درتو فيها؟ كريتو ولا شريتو؟ لا، فاش عطا هذيك 14 مليون ما كفاتهمش باش يشريو لنا الدار. والمحسنين كاملين، هاد الجمعيه اللي ديال هاد الناس، هاد المحسنين اللي ديالنا والاخرين كيجمعوا، والناس على برا كيجمعوا في الخارج كيصيفطوا لنا من برا باش يكملوا. شراو لنا هذيك الدار وتحولنا الحمد لله لهذيك الدار. وخوتي لقاو راحتهم. هزيتي خوتك؟ هزيت خوتي. هزيتي راسك ومشيتو سكنتو بديك الدار. سكنا في الدار. خرجتو من داك البيت وداك التمارة اللي كنتو فيها. ماشي غير في التمارة، راه كنا في العذاب. العذاب. العذاب، العذاب فاش كنا عايشين. ايوا الحمد لله. الحمد لله. واخا فاطمة مازال نرجعو نكملو القصة من بعد ما رحلتو للدار الجديدة. عائشة مرحبا بك. الله يبارك فيك. المرة الثانية باش كتحضري معنا في قصة الناس. أولا السلام عليكم، كنشكرك بزاف أختي نهاد. مرحبا عائشة. اللي استضفتيني مرة ثانية، وكنشكر الجمهور اللي حاضر معنا. مالك الجمهور اللي كيشاهدنا. وكنشكر جميع مغاربه داخل الوطن وخارج الوطن، وكنسلم عليهم من هذا المنبر. نعم، شنو عندك في رجليك شي مشكل؟ تهرست في رجلي، كيف كنت ذكرت في الحلقه اللي فاتت قلت لكم انا عندي مرض في العظام ديالي اللي دغيا كنتهرس. المرض ديالي هو سميتو لابخوب ديغوب، يعني المرض الهشاشه ديالي. درت غير واحد الموفو يعني بوحديتي، درت واحد الموفو بشي وادك وتهرست. دابا الجبيره دايره الجبيره، دايره البلاط. يعني وقاب بستوكي شنو باش درنا، ولكن يعني يعني شنو نقول لك، يعني الاطباء ما كانوش بغاو يتكلفوا بيا باش نديرو. قال لك البلاط خصني نشري من عندك، شرينا. وشنو نقول لك، يعني من 9 الصباح حتى امتى وقع لك الشايخ؟ وقع لي في شهر 3، مابقاش عقاب. يلا يلا قول هذا شي شهر ولا شي حاجه. يعني واخا عائشه. مشاهدينا باش نتفكروا اقوى اللحظات في القصه ديال عائشه، نشاهدوا هذه اللقطات ونرجع لكم بعد قليل. انا سميتو معاقه جسديا والحمد لله. وشنو نقول لك، يعني فاش تزاديت اللهم لك الحمد كنت تلقى صعوبه مع الناس، يعني الدراري ديال الناس. بالنسبه للدراري الصغار ما كنتش نلعب معاهم، يعني شنو نقول لك، كان في الدراسه ما قريتش بحال وليدات الصغار. يعني حيت انت كنتي ديما في هذا الحجم. انا تزاديت هكا هكذا وبقيتي هكذا 20 عام. غير اللايك اللي كيكبر والعقل اللي كيكبر. قريت في الروض اللي ما كملتش، قالت لي واحد البليته صافي، قلت لماما قلت لها صافي ما نعاودش. عيراتك شي كيفاش؟ لا غير جرات لي رجلي، حيت انا المرض ديالتي دغيا الا قصتي الا ما عرفتيش كيفاش تهزي لي دغيا كتهرس بحال البيضه، يعني الا ما عرفتيش كيفاش تهزها كتهرس صافي هذاك. وصافي قلت لماما قلت لها ما نعاودش القرا. عائشة نكملوا معاك القصة ديالك من بعد ما دزتي معنا هنا، وكانوا عندك بزاف تاع الطلبات وبزاف تاع الأحلام وبزاف تاع الأمنيات. أكثر وحدة كنتي محتاجة الكروسة. هي الكروسة. شنو درتي فيها؟ الحمد لله جابوها لي المحسنين، كنشكرهم من هذا المنبر هذا، كنسلم عليهم وكنشكرهم. الكروسة اللي بغيتي نيت ولا شي حاجة؟ جابوها لي تبارك الله، جات لي ثلاثة. ثلاثة غير هو كبار، يعني باش نحسب الجسد ديالي. يعني ملي كنسوقها بحال راهي اللي كتسوق بيا، ماشي انا اللي متحكمه فيها، لدرجة مثلا بحال هكا في الزنقة الدوداي ولا شي طلع هكا، يعني كنبقى نخاف، كنبقى يعني شي ربع ساعة. باغي ما مدرباش عليها، باقا ما مدرباش. حيت دابا مع هذاك الباتري ديالها بحال هي اصلا، حيت هي نورمالمون خص تكون على حسب الجسم ديالي. حيت انا نورمالمون يعني تغور الحجم ديالي خص تكون على حسب، تكون هي تغور. تلقاي تما كلشي حداك. دابا كبيرة عليك. ولكن درتي فيهم؟
ما بدلتيش ما ان شاء الله نقول لك المهم دابا يعني دابا وحده دايره دابا يعني عارضه ان شاء الله يا ربي ربغى ربي تسهل تباع ان شاء الله المهم يعني وهذاك اللي خليته قلت لي عدي بها يعني المهم خلي احتفظت بها مزيان وثالثه ان شاء الله ناويه نصدقها في سبيل الله اي وحده تبيعها وحده تصدقيها وحده ديفاني بها تجيب الله تيسير ان شاء الله وشنو اخر من غير الكريريسه هذه شنو اخر حياه ديالك نفسيتك ملي دزتي من هنايا الحمد لله الحلقات ديالك تيتشافوا بزاف وتبعتي شي شويه ولا الحمد لله الحمد لله الناس اللي تيدعموك يعني تيقول لك زعما ما كرهناكش عاوتاني شوفك مره اخرى علاش اللي ما تشاركش عاوتاني في شي برنامج اخر ويلي يلي شحال من واحد تيقول لي عطيتينا القوه يلي كنا عندنا زمان ساليه وعطيتينا تنقول ما الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى اللي انا هكا والحمد لله طبيعيه ما عنديش غادي نتصنع صافي الحمد لله يلي الحمد لله يلي لقيت مساعده ماديه الحمد لله يلي ولو على قد استطاعت ديال دوك الناس الحمد لله وشكرا على كل حال من غير ما تطلبات ديالي الكراسه الحمد لله المهم كيف قلت لك بوحدها وما تطلبات ديالي اللي انا بغيت شي طبيب مختص بالعياده ما يتبع معايا يعطيني شي يعني علاش ما عيطاش لك شي جمعيه مثلا فاش دزتي معنا من هنايا عيطوا لي تقريبا جوج جمعيات ولا ثلاثه شنو قالوا لك؟ قالوا لي غادي نديروا لك وما قالوا غنديروا بعدا ومن بعد ما عاودوش ما اتصلتيش بهم انت؟ لا ما صافي انا تنخل يلي ما يلي شنو نقول لكم ماشي نقول خلي حنا ملي غادي نجيو يلي غادي نعاودو نتصلو بك مي انا صافي يلي ما دام هما كيقولوا لك حنا نعاودو نتصلو بك يلي المبادره عندهم هما نعم واخا عائشه مازال نرجع للجزء الثاني ونكمل معاك قصتك من بعد سي فريد حتى انت كنتي واحد من الناس اللي دازوا معنا في قصه الناس انت فنان كوميدي وبزاف من بعد تفتحات بزاف تاع لما سقت الخبر بلي بزاف الناس اتصلوا بك بزاف عاود لي على التجربه هذه اولا كنشكر برنامج قصه الناس وكنشكر اذاعه ديال ميديا تي في مرحبا سيدي يعني اللي عطاتني فرصه ان نبين على يعني المؤهلات ديالي في الفكاهه رغم انني يعني كندرس المسرح وكل شيء يعني كان اهتمام كنت كنشارك في المهرجانات ولكن ماشي بحال دابا ما كانش فرصه كبيره ماشي بحال دابا واخا عافاك فريد نتفكروا مشاهدينا الكرام اقوى اللحظات في القصه ديال فريد ونرجع لكم بعد قليل حيث انا اللي كيحصر يعني في نفسي ان بنتي دابا عندها 11 عام كتقول لي بابا علاش ما كنشوفكش في التلفازه يعني كنشوفك مع الكوميدي اللي كيبانوا في التلفازه يعني بارك معاهم وانت ما كتبانش وانت ما كتبانش سؤال معقول ومنطقي ما كتبانش بعد انا راجي من دار بوعزه الدار ديال بوعزه ما عندناش الدار حنايا ولكن بوعزه راه عزيزين عليا افلام التركيه ديك النهار كيأذن المؤذن قلت له بوعزه تصلي قال لي خليني نتفرج في سامحيني قلت له والله سامح لك الله ديك النهار عاوتاني ناض مع الجوجين اللي قال لي تعلم التركيه قلت له يلا قول بابو عزه قال لي التباليت قليل الحياه ما تسواش ولكن الزوينه هي جا واحد المشهد في واحد المسلسل منار قالت كمال بغيت نعنق قلت وحشتك بابو عزه بقى دايرها منار كتقرب كمال بابو عزه كيقرب التلفازه شويه ويدير فيها قلت له بابو عزه راه كفار قال لي الكافره هي امي فاطمه اللي معمره دارت لي بحال اذا سي فريد دابا نعاد ندخلوا التطورات اللي وقعت اذا بداو تيتصلوا الناس بدات الحركه تتروج شي شويه عاود لي علاش يعني الناس من شافوني يعني الناس ديال المهرجانات شافوني يعني في قصه الناس ودوز داك السكيتش يعني عجبهم داك الشاو اللي دوز وهادي يعني غير خرجت من البرنامج تقريبا شي اسبوع غوتوا عليا واحد المهرجان ديال فاس اللي فوكا اللي معروف كبير كانوا داروا التكريم فين طاحوا عليك؟ في غير في اليوتيوب دخلوا عيطوا لنا لقصة الناس خداو التليفون ولا لا يعني دخلوا عندي الفيسبوك دخلوا الفيسبوك خلاو لي يعني ميساج اللي بغاك يقلب عليك يلقاك شتي ملي تولي تتعرف وكذا كيوليو هما يقلبوا عليك يعني داروا فريد ديلياس يعني دخلوا عندي الفيسبوك خلاو لي ميساج خلاو لي ميساج بانه مهرجان فاس لي فوكاها غنديروا التكريم الفنان الكبير ايكو يعني ضروري تكون حاضر معنا مزيان يعني مشيت حضرت هذا مهرجان كبير ومعروف مهرجان كبير وايكو فنان كبير الحمد لله كبير. وكبر بيا ودائما يعني اول مهرجان اللي يعني اللي قدمني ب يعني قدمني بنجم ديال ميديا تي في
ياك سيدي. قدموني بنجم ميديا تي في واول فكاهي اللي دار في برنامج قصه الناس دار فيه الفكاهه. بصح ما عمر ما داز معنا شي فنان دار شي شو ديالو من غيرك انت. يعني صح قلتي لنا لا والو نديرت انا ايه يعني قدموني به وهذا شرف لي انني نكون كاول فكاهي كيدوز في هذا البرنامج يعني برنامج باش نفوج على الناس شويه وندخل عليهم شويه ديال البسمه. نعم شكرا لك فريد، مازال غادي نرجعوا نكملوا معك قصتك من بعد. ندوز عند الاستاذه رقيه الهوري، وشفنا بزاف ديال التغيير في الحياه ديال هاد الناس ولو يعني دوزه بسيطه في برنامج ممكن. يمكن فريد استغرق عندنا 5 دقائق ياك فريد، كنتي انت هو الرابع الحاله الرابعه. شي 4 دقائق 4 ديال الدقائق ممكن تغير بزاف ديال الحوايج في الحياه ديال هاد الناس. نهضروا على القابليه للتغيير عند هاد الناس، ايضا كاين القابليه اللي ايجابي في الموضوع اللي عجبني انا هو ان واحد السمه مشتركه كتجمع بين الحالات بربعه هو انهم ايجابيين ومتقبلين يعني الحاله ديالهم. بحال الاخت مثلا متقبله المرض ديال خوتها كيفاش كتعامل معاه مع الحاله الاولى، وخاصه عند عائشه اللي كتقول لك انها عطات المثال لوحدين اخرين. فيعني الا كانوا الناس اللي هما اصحاء وكيحسوا براسهم بانهم كيخدموا كيقول لك حنا مراض عندنا اكتئاب عندنا قلق، يعني شنو غادي يخليوا الحاله نقولوا بحال دابا ديال عائشه اللي كتعطيهم نفس طويل وكتعطيهم صبر الى اخره. فاذا هنايا كنشوف ايضا حتى الايجابيه اللي ولا نقولوا الدور اللي قامت به هذا البرنامج ديال قصه الناس. اولا كاين الجانب ديال التوعيه، كاين الجانب انه ديال ان الناس الناس كيحسوا بانهم ما كيعانيوش غير وحديهم، ان الناس الاخرين كيعانيوا معاهم وعندهم الشجاعه انهم كيفصحوا بالمشاكل ديالهم، وبالتالي انهم ايضا كاين محسنين كاين زعما مازال الخير في البلاد ان الناس اللي يعني كيدخلوا معاهم كيحاولوا باش يصلحوا لهم. وهذا الشيء هذا زعما ايجابي، المفروض دور الاعلام يعني يقوم بهذا النوع هذا التحسيسي التوعوي حتى من ناحيه الناحيه الاجتماعيه، فكتحس بان يعني كيقول لك حنا مثلا باش الانسان يحس بسعاده ماشي يعيش غير راسه، احنا كنا باش ماشي كتكون انانيه منا، بالعكس اننا نساعدوا الاخرين انهم يتقدموا ويزيدوا الامان باش حتى المجتمع كيتقدم، لان ملي كنشوفوا الناس اللي معنا حتى هما تزادوا حتى حنا عاد باش كنرتاحوا. نعم طيب شكرا لك أستاذة رقية الهوري. فاصل إعلاني مشاهدينا ونرجع نكملوا قصتهم من بعد. سي أحمد نكملوا القصة دابا ونعرفوا تلاقيتي مع الوالدة صدمتي ومن بعد الصدمة كاينة الفرحة. فرحت أنا ديك الساعة. فرحتي هي. إيوا هذه الفرحة اللي فرحت أنا. صافي عادي تسلمت عليهم بنت واحد سيمانال. مشيتي معاها جيت معاها ومن تما مشيت ل جلستي معاها في الدار سيمانه. ايوا عاودي على سيمانه في الدار مع امك وانت يا 22 عام بلا ام. دابا غنقول لك دابا كيف منين جات الفرحه انا بعدا حسبت راسي بخير. اها دابا مشيت انا وما علمتيش خوك؟ لا ويلي خويا انا في اخباره. لا ما جاش يلحق عليكم باش تمشيو عندكم؟ لا لا ما ما هو ما مشاش معايا للتكييفات. ما هو بغى بن سليمان اقليم. لا يجي يشوف امه بعدا. هو دابا راه عنده ما باغيش هو يمشي لمكناس، هو هي خصها تجي لعندو قال لك ما باغاش يمشي عندها. جي قلت لها هذيك قالت لي ما مسامحش هو؟ قالت لي قال لي انا ان شاء الله غنمشي ولكن هي اللي خصها تجي، حنا نضيعوا الوقت زعما هو شي يضيع الوقت. هو ما شادش كونجي. هو ما راه بحال والو، هو شاد كونجي يلاه ادخل. هو كونجي يلاه ادخل يلاه ادخل. ايوا صافي منين شد كونجي تضحكوك اش كتضحكوا عليا الدراري؟ خليو عليكم السيد. عرفتي علاش؟ حيت عندك واحد الضحكه زوينه. المغرب كله تيقلد ديك الضحكه ديالك. انت حمقتيني. دابا شوف حمقتيني حمقتك. واحد لواحد. فايدي دابا بلاتي سكتوا بلاتي سكتوا راه دابا دابا قلت لك انا حمقتيني حمقتك. لا وانت قلتي لي هذا 15 عام. ايوا لا انا دابا فكر نرجعوا حنا لذاك الشيء اللي قلنا. انت قلتي لي قلت لك علاش ما تتقلبش قلتي ما انت ما شديتيش كونجي. ياك هكا قلنا انا وياك. ايه هادشي اللي دابا قلت لك علاش جيتي دابا قلتي لي شديتي الكونجي قلتي لي غدا غنقلب على امي. علاش شديت هذيك الشهره راه بهذيك الكونجي هكاك بهذيك الكونجي اللي قلت لهم. ايوا فهمتي انا دابا على حساب خويا دابا المكناس دابا طلع لي فوق راه حيت كاينين الدراري كانوا معنا في المؤسسه يتلقاو لي وهذا ويقولوا اجا بغينا نمشيو معك بن سليمان فهمتي. ايوا شنو المشكل دابا علاش دابا ما بغيتش ندي معايا خويا الا كان الوالده راه ان شاء الله نجيبها وعاد ممكن
هي كتعرفوا انا مني نهار اللي كنت في المحكمه كتعرفوا فين تتعرفوا كتعرفنا انا وهي كتعرفكم حيت ولداتكم صافي حيت هي 20 عام ما شفتكمش لا حيت هي دابا المشكله اللي وصلت لها هكا هو الوالد قال لي حيهم صغار صغار كانوا مجوجين ولا كانوا ما قدش عن المسؤوليه قال لي حيهم هكا جوج لوحيهم حتى انا مني مشيت مني مشيت انا ل... فيك ما يتلاح تبارك الله شو الزين علاش تلوحك؟ شنو كانوا الظروف ديالها؟ ولكن الحمد لله عشنا مع المؤسسه الله يجازيهم بخير والله ينصر سيدنا الله ينصرو حط مواقف دستوريه عاون الناس الفقراء عاون الناس المؤسسه دابا كاين بحالنا دابا اللي متشردين دابا بزاف فهمتي دابا 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 راه مخرين جوج دراري خارجين من المؤسسه 18 الثاني دابا هضر لي على راسك نتايا الوالده لقيتيها جدك لقيتيها يعني داك الدفء ديال الاسره اخيرا من بعد 22 عام لقيتيه الحمد لله الحمد لله هادشي اللي كاين غتكون نفسيا ارتحيتي هادشي دابا على فيت انا دابا ناشط وفرحان ولاش حنا ناشطين معك دابا حيت انت ناشط وفرحان اي واحد انت يا استاذه الله يجازيك بخير وقفتي معنا وشنو درت لك انا؟ نقولك علاش؟ عيطوا لي المحسنين. ايه عيطوا لي من طنجه. ايه قالك حنا المحسنين. ايه انت هو اللي دوزتي برنامج ديال ميديا قلت لهم يا سيدي نعم سيدي مرحبا. قال لي هي حنا ميديا وستة عندك السكنه في كتسكن وست خدام قلت لهم انا الحمد لله خدام على راسي. كانت شي حاجه قال لي الا كانت شي حاجه نخليو لك التليفون. انا منين جاتني هذيك تلقيتي خدام في نفس الخدمه ديالك ولا نفس الخدمه لا ما كنبدلش انا علاش انا مرسم معاهم مرسم مرسم راه ما يمكنش حيت لاكي سوسيال ولكن كيفاش درتي حتى جيتي اليوم هنايا واليوم اليوم الاثنين اليوم اليوم الخدمه كي درتي حتى جيتي اليوم كان قصه الناس وجيت لهنايا عيطت لي السامي البارح ما قالوش لك لا ما تجيش ولا ما تمشيش لا قلت انا عيطت للس قال لي ان شاء الله هدوز عندنا الميديا ضرب عندنا دوره قلت له انا نجي ضروري ان شاء الله نشوف استاذه إيه ونجيب لها كادو كاع كادو يا فين هو؟ والله انت هو الكادو دابا انت هو الكادو ديال قصه الناس شتي الحضور ديالك ومن بعد ما دزتي معنا هنا ولقيتي الوالده ديالك ولقيتي جداك والحمد لله ارتاحيتي في نفسيتك هذاك احسن كادو لهذا البرنامج هذا هو احسن كادو لينا حنايا انك تكون تستقر وهذه السيده لقات الناس اللي شريو ليها دار هي وخوتها وهذه السيده وهذا السيد انتم احسن كادو هذا هو هذا هو الشكر ديالنا دابا حنا نتمنى للجميع التوفيق الحمد لله الشيء اللي كاين حيت دابا حنا الحمد لله عشنا في واحد الظروف الحمد لله ما تبليناش مزيان الحمد لله وصلنا في واحد انت ربيتي راسك براسك وصلنا في واحد المستوى قرينا ماشي وصلنا بس خرجنا بس نسينا ولكن بلاتي انت الواتساب واليوتيوب كل شيء فيه ديك الضحكه ديالك اه كاين اللي كيقلدني عرفتي راه وليتي مشهور وليتي مشهور كاين اللي كيقلدني المغرب كل انا عندي بيسي وكنشوف كل شيء اه اش كتشوف اش دارو كنشوف كل شيء شنو الخبله اللي درتي ديريني ديريني كاسكيطي وديريني مضادر وديريني الكارو هنايا ايوا علاش؟ ما عرفت انا ملي شفت انا قلت او كيفاش وانت ما كتكمي ما والو دابا كان... طلع لي الدم واللي قلدوك الصوت ديالك ملي قلتي لي انت اش خصها حتى فيك قلت لها خدام كنت خدام يلاه عاد كونجي كنت خدام يلاه عاد كونجي صافي هذه كلها عباد الله انا كيصيفطوها لي حتى انا كيقولوا لي شوفي احمد راه كلشي كلشي عنده الفيديو كنعرف هذاك اللي معك استاذ نيت اللي في عند شكون هو؟ واحد ولد خالي كيعرفك راه كنعرف خالك تيعرفني انا؟ ايه الله يرضيك قالها لي راه قالها لي اش قال لك؟ قال لي راه من عائلتنا ياك ما انت من عائلتي؟ لا هما هو من عائلتك بصح ايه شي واحد من عائلتي تيعرفك؟ ايه كيعرفني هاكا راه كيعرفني قال لي راه كنعرفها مزيان مزيان و صافي مزيان وانا شفت في الفيديوهات مثلا ديالك اللي تيقلدوا صوتك واحد المره شي واحد لاح شي فيديو فيه انت كيقول لك عاود لينا ديك الكلمه وتتقولها لهم ومصورينك ماشي انا اللي كنقولها لا راه انت راه وجهك لا كيفاش انت كتقول ديك الكلمه غادي تكون جا ولا ما داكشي قلتي انا كنقولها لهم قلتيها لا انا شفت واحد لا الفيديو لا في قصه الناس لا ماشي في قصه الناس من غير انا شفتها في الفيسبوك ماشي انت
كيفاه؟ تلقاو لي تلقاو لك شي وحدين قالوا لك اقليم قول لنا شمن اقليم؟ اقليم بن سليمان. اييه قالوا لي قول تكون جي قول وشفت انا في الفيسبوك وقلت لهم انا غنكون كونجي وسلتي هربتي ياك كاين هادشي. اييه وانا قلت له كونجي عادي ولكن عجبات الناس. انت عجبتي الناس. لا نقولك علاش استاذه هاد كونجي هذا هو اللي باغي نفهم علاش واش كونجي فيها ضحك فيها كوميديا ما عرفتش انا واش الضحكه ديالك اللي درتي لك هادي. شكرا لك احمد تبارك الله عليك. يلا الله يبارك. كنا كنقلبوا على الضحكه باش نختموا بها. تبارك الله عليك والحمد لله اللي لقيتي الوالده ديالك. نتمنى التوفيق ان شاء الله وشكرا استاذ الله يجزيكم بخير. وكنشكر ميديا دي في وكنشكر الناس اللي ميديا دي في بحال وكنشكر الناس المحسنين اللي تعاونوا مع الناس اللي هذه وزعما كنشكر المغرب خارج الوطن. شكرا لك سي احمد في هذا الشيء اللي عاودتي لنا اليوم. فاطمه اذا شريتوا الدار غادي تكون فرحه كبيره انكم شريتوا الدار. ماشي فرحه كبيره ما تصورش. زيتي خوتك وتوسعتوا ولو عندكم ماشي بيت ولكن شحال من البيت كاين؟ كاين البيت ديال الدراري والبيت ديالنا حنا والصالون والكوزينه الحمد لله. ماشي هو بيت واحد الفريش جابوا لنا المحسنين. ايوا الحمد لله يجازيهم بخير. ايوا خوتك تبدلت شويه النفسيه ديالهم الحمد لله دابا كيشربوا الدواء ولاو عادي. حتى هذاك الولد اللي كان كيتكرفس علينا وكيخرجنا على برا ولا الحمد لله حتى هو كيشرب الدواء تهدن شويه لانه الحمد لله كلشي تبدل. كلشي تبدل ماشي بحال النهار الاول هما معذبين وانا معذبه معاهم. خدمتي شي شويه وتتخرجي ولا باقا ديما انت مقابله خوتك؟ باقا دابا مازال في هذاك سميتو مازال مقابلاهم. ما تقدريش تخرجي وتخليهم؟ ما نقدرش نخرج ونخليهم. خصك تبعي معاهم تعطيهم الدواء ديالهم في الوقت ديالهم. خص حيت انا ما عطيتهمش الدواء ديالهم في الوقت ديالهم هما غينساو وغيخلاوه ما يقدروش يشربوا. انت خصك تشربي ديما يشربوا الدواء ديالهم في الوقت ديالهم. الدواء كاين كلشي كاين. الدواء كاين الحمد لله. الدار كيفاش الوضعيتها القانونيه زعما هاد الجمعيه والمحسنين اللي عطاوكم واش كتبوها عليك انت ولا على خوتك ولا على من قانونيا الدار ديال من؟ لا ما كتبوهاش علينا حنا كتبوها عليهم هما. هاد الجمعيه هاد الجمعيه اللي عطاهم هاد السيد 14 مليون وتعاونوا معاه بزاف ديال المحسنين. أيه؟ لا في الداخل ولا في الخارج المغرب بزاف ديال المحسنين تعاونوا باش يجمعوا باش يكملوا. فاش كملوا هذاك ديال الفلوس وهما كتبوا على سميتهم وجات عندي واحد السيد. لا زعما كيفاش الجمعيه كتبوا على سميتهم؟ ما عرفتش ما يمكنش غيكونوا شرحوا لكم. لا جاو لعندي انا هاد المره قالت لي واحد السيده من هذيك الجمعيه قالت لي حنا مازال غنبدلوا هذاك الشيء وغنديروا عمره. انا ما فهمتش هذيك العمره ما فهمتهاش. قال لك انت راك باقا صغيره يقدر تزوجي ولا شي حاجه وراجلك يقول لك تبيعي الدار وشي حاجه وتخلي على خوتك. اذا هما خافوا لي يكتبوا لك الدار انت غدا بتغدا تزوجي الراجل يضغط عليك صدقي بايعه الدار ومخرجي لك الولاد للزنقه. خرجها خوتي للزنقه. اذا هما داروا الحسابات ديالهم. ديالهم. انت هادشي ما عجبكش ولا شنو؟ لا انا ما عنديش المشكلة حيت نقدونا من هذاك البيت وخرجونا من هذاك البيت ولقينا راحتنا الحمد لله. مزيان. هذاك هو الفضل من عند الله سبحانه وتعالى. اذا انت واحد اللي تيقول لك راه لا كرا ولا حاجه و الحمد لله. المهم انت هذه الوضعيه القانونيه اللي ما فهمتيش. الحمد لله. ايوا تعاونوا معنا بزاف ديال الناس واخا ما كنعرفهمش في الخارج انا كنشكرهم بزاف بزاف. وكاينين بزاف 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 ديال الناس اللي بحالنا انا خاصهم اليد المساعده. بصح بزاف. صح انت كنتي محظوظه انك نستي معنا والناس تعاطفوا معنا. انا كنشوفهم حيت انا عندي خوتي مراض وعشت هذاك سميتو فاش كنشوف هذوك الناس كيباتوا في الخلا ومشردين انا القلب ديالي كيتمزق من الداخل. معلوم ايوا معلوم. حيت انا عندي خوتي مراد انا عايشه بحال هذاك بحالهم النيت بحال هذوك الناس. تاي انا راه عندي خوتهم في الدار ولكن دابا الحمد لله بالفضل. ولكن ما فكرتيش الحياه فكري زعما حياتك انت دوك الاولاد المصير شنو غديروا غدا بعد غدا تتفكروا شي شويه لقدام ولا صافي وقفت الامور عند شريتوا الدار صافي؟ الحمد لله حتى دابا غيولوا خوتي شويه لاباس الا ولاو لاباس يقدروا يدبروا على خدمتهم. طبعا شنو تيقول على حالتهم النفسيه؟ تيقول لك الحمد لله دابا هاد الساعه الحمد لله ماشي بحال الساعه الاولى كاع. دابا يعني ما بقيتيش كتربطيهم كيما قلتي كنتي كتربطي وتخرجي؟ دابا ما بقيتش كنربطهم. دابا ولاو كيشربوا الدواء ديالهم من راسهم تيخرجوا تيدخلوا عادي تيخرجوا. عندي غير واحد البنت اللي عندي اختي معاقه مسكينه ما كتقدرش تخرج. الاخرين
خوك اللي كان شويه قاصح معكم؟ هذاك اللي كان قاصح حتى هو كيشرب الدواء ديالو وياكل ويشرب ويخرج كيخلينا بعدا هانيين، ماشي بحال النهار الاول كيجري علينا ويخلينا في الزنقه ويجلس هو في هذاك البيت. حيت كنتو الضيق وداك الاحتكاك تيديروا المشاكل. وماشي غير المشاكل، بيت واحد كتنوضي كتلقاي هذوك الناس كلهم مرض في هذاك البيت، انا تيقول لي راسي غنقتل راسي ونقتلهم، ولكن باش نتخلى عليهم ونهرب ونخليهم ما كيعطينيش خاطري نخلي خوتي. واخا حتى هما الحمد لله الحمد لله اللي ترجيت ان شاء الله. الحمد لله وكنشكر هاد المحسنين بزاف. ولكن القضيه ديال الجمعيه زعما خص نشوفوا كاينه بزاف تاع الصياغه القانونيه اللي باش يكتبوا الدار ما يكتبوهاش لك انت، لانه كما ممكن دابا راه كيتحنى في خوتك غدا بغدا تجوجي شي واحد يجي يقول لك انا حيدي عليا هادشي كامل. انا هاد السيد شنو وقتها شنو جايبه هاد الراجل كاع اللي غايقول ما تكونش صيغه قانونيه ولكن ما تكونش سميت الجمعيه. ما دابا هما غير كون دخلوني غير انا والبنات خواتاتي يكتبوا كاملين. لا غير انا وخواتاتي، انا ما عنديش المشكل في الدراري هذوك راه الدراري، انا ما عنديش المشكل في الدراري غير انا والبنات، واخا مرض انا وخواتاتي هما الا بغاو يكونوا الحمايه من جهه يحميونا من جهه ماشي مشكل باش يكملوا لنا حتى هذيك الفرحه ديالنا. نهار الاول قالوا لنا حنا غنشريو لكم الدار اييه، وفاش ولاو كتبوها عليهم انا بحال انا بقى فيا الحال قلت زعما انا كون غنتحدى حيت غنشريو لكم الدار خصهم يشريو لكم فعلا دار. الدار فعلا شريو لنا الدار، ولكن هذاك المحسن ما جاش عندكم انتم جا مباشره. لا هذوك الناس هذوك قالوا لهذاك المحسن كتبها لا الشرط ديالو هذا المحسن هو الشرط هذاك المحسن قالوا له غتكتبها عليك انت، قال لهم انا ما غاديش نكتبها عليا انا. هادوك الناس قالوا غتكتبها عليك انت، قال لهم انا ما نقدرش نكتبها عليا انا، يقدر نموت ويجاو ولادي ويخرجوا هادوك الناس من هذيك الدار بحال اللي ما درت والو. ولا كتبوها في الجمعيه غدا بتغدا الجمعيه ولا ما عرفتش راه الله هو اللي تيعلم. غير كون دخلونا حنا غير كون دخلوني غير انا حتى هاد السيده اللي معانا مسكينه الله يجازيها بخير حتى هي كتقول لك غير هما غير دخلوكم غير نتوما البنات يدخلوكم معاكم حتى الا بغاو يحميوكم انتوما الاصحاحات اللي عقلكم اللي يدخلوكم انتوما الا بغاو هاد الناس ايه فعلا غيخافوا عليا انا ولا غيخافوا على شي واحد. واذا مازال حنا نشوفوا دابا نتصلوا بالجمعيه ونشوفوا ربما تكون كاينه شي صيغه قانونيه وانت ما عارفاهاش ولا قال لك حنا غنديروا هاد الشيء ديال العمران. قال لك غنديروا هاد الشيء ديال العمران، انا ما فهمتش هاد الشيء ديال العمران. نعم واخا فاطمه حتى حنا مازال ربطوا الاتصال من بعد ونشوفوا. تنشكرك يا اختي بزاف بزاف تنتي عاونتينا بزاف. مرحبا لاله هذا واجب لاله هذا واجب. شكرا لك فاطمه وتحيه لك ولخوتك والناس الجميله اللي واقفين معاك والجيران ديالك والناس كاع اللي تعاطفوا معك. هذه لحظه ديال الاعتراف ولحظه ديال الشكر في الحقيقه، لان الناس اللي وقفوا معك ووقفوا معك ووقفوا انا دائما كنت شي مرات ما عقلتش متى جبدتك غير هنا في قصه الناس قلت راه جات واحد السيده وشراو ليها دار، اذا انت هي ديك المراه اللي شراو ليها الدار، فقط باقي الشك في الصيغه القانونيه. مازال نتواصلوا مع الجمعيه ونعرفوا الحقيقه كلها. عيشه ايوا دابا الكراريسه كاينه الحمد لله، والعلاقات والصحابات انت دابا معروفه بالصحابات والصحاب الحمد لله، دابا الشهره والناس فين ما مشيتي كيعرفوك. عاودي لي على هذا. الحمد لله يعني الناس فين ما كنمشي لي الناس كيرحبوا بيا كيقولوا لي جيتي للمديره ففلانيه مرحبا بك يعني الحمد لله. اللهم لك الحمد المغاربه فين مشيتي قولي رئيس مثلا الجمعيات مثلا يصادفوك مثلا في شي حاجه. الحمد لله يعني بحكم الجمعيه اللي كانت جات شافت لي مع لقيت واحد الممثله سميتها فاطمه بوجود، راه كانت جات شافت لي في الدار جات شافت لي في الدار مني حيت كانوا داروا لي التكريم وجات شافت لي في الدار. داروا لك التكريم من بعد قصد الناس. داروا لي التكريم حيت داروا لي التكريم كانوا هما دايرين ديك الجمعيه ديال ذوي الاحتياجات الخاصه وكانوا عالميني قبل مني تهرس صافي كنت مسمحوا لي ما نقدرش نجي هذا وصدقوا جاو وما شافوني وجابوا لي داك التكريم والحمد لله كنسلم عليهم من هذا المنبر كنشكرهم. وشنو الحياه تغيرت شي شويه نفسيتك تغيرت شي شويه؟ الحمد لله الحمد لله كاينين كاينين الناس الحمد لله. حيت ديك المره كنتي ضحكه بزاف هاد المره شتك تهريسه شتي ديك المره كنتي ضحكه هنايا والخواتم وداك الشيء ودابا دابا مريضه ونقول لك يعني حيت اللي ازمني بزاف ويعني ما كتلقاش بحال هكا في الطف ملي مشيت غير هكا ملي تهرت في رجلي ملي مشيت للسبيطار قال لك لا حيت ما نصايبوش اللي خسر يشري البلاطخ ملي شرينا البلاطخ عندنا ماشي مشكل تسلفوا تسكلفوا المهم شرينا البلاطخ يعني خصك ضروري بعدا ملي مشيت للسبيطار ولا تهرس خصني ضروري نكون. شنو باقي شنو باقي خاصك باش تضحكي وترجعي للحيويه ديالك؟ شنو نقول لك انا اول طلب كنطلب هو بغيت شي طبيب مختص اللي يشرف لي على الحاله ديالي اللي يتبع معايا المهم الا كان شي دواء ديال الا شي دواء اللي غادي المعدام ديالي يصححوا
مزيان، المهم يشرف لي على الحاله ديالتي باش انا ما بقاش فيما اي حركه نتهرج. ترجسي بصح. وبغيت الا كان ممكن. وكوثر كي دايره؟ كوثر لاباس عليها يا حبي، راه ذاك النهار هي والوالده كانت معايا في السبيطار ربي العالم، وش نقول لك لدرجه ملي دخلت السبيطار تنقول لهم عطا ولادك الشاريو كيقول لك ما كاينش. انا هادشي اللي بقى فيا الحال، اللي التعامل ديال الناس باقي باقي واو واو مع الاسف. لدرجه اش نقول لك لدرجه تفتران ملي كنسافر اللي كون اللي كونترول وداكشي كيقول لك خلصي. بغيت غير مثلا بغيت القرا حتى القرايه، بغيت القرايه اللي نتعلم حتى العربيه ما بقيتش كنعرف ليها كيف ما مع بحكم انا قلت لكم قريت في الجامع. اللي واخا هكاك مستوى بشي خاصك تطوري المهارات ديالك. اللي بغيت نطور راسي بغيت نزيد نتعلم. انت عندك الرغبه انك تعلمي وتمشي باقا كديري الفوتوشوب، باقا كديري ديك العقيق ديالك. وبغيت يعني الا كان ممكن لي ماشي مشكل شي شركه تعاونني نخدم ليها ماشي مشكل. تخدمي دابا الفوتوشوب وداك الشيء تصاوبي نخدمو. حيت دابا يعني كلك احلام وكلك وعندي الحمد لله المواهب، يعني الحمد لله زاد عليا المواهب وكتغني. عرفتي لك النهار اللي غنيتي ليا؟ غنيتي شي اغنيه واخا واخا مريضه ومهرسه واخا مرحبا. يلا قولي. وعلاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيت بحالي كيفاش اللوم يا حلالي، وعلاش يا غزالي وعلاش يا غزالي مشيت بحالي كيفاش اللوم يا حلالي. خاصها شي صفيقه دابا. وعلاش يا غزالي. شكرا لك عيشه. شكرا لك. شكرا لعائشة على التجربة اللي عاودتينا. نمشي معك فريد ونكمل معك دا المهرجان ديال فاس الفكاهة، من بعد فين مشيتي؟ من بعد مهرجان ديالنا ديال المنطقة، مهرجان ديال الرحمة اللي كان احتفلوا به باليوم الوطني للجمعيات. صافي وليتي معروف ديك الساعة يعني، ولعبت مع يعني مع فنانة كبار يعني مثل عبد الخالق فايد. شنو هذا شي سيتكو شنو؟ مهرجان 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 في الرحمة في المنطقة ديالي ديال دار بوعزة. إيه يعني تما كاين يعني الناس المسؤولين يعني ولاو يعني كيتصلوا بيا وكيقول لي يعني كنشكرك بان عندنا فنان في المنطقه اللي شرفنا. ما كنتش معروف تما، ولد البلاد ولد المنطقه ما كنتش معروف. لا حيت انا اصلا ماشي يلا سكنت تما كاين. ما كنتش تقريبا شي 3 سنين يعني انا اصلا ولد درب السلطان وتحولت تما كاين يعني ما كانوش كيعرفوني لدرجه كنت كنتلاقى مع الناس نهار داز في ميديا تي في كيقول لي وتا شنو درتي؟ كنقول لهم انا شنو درت؟ يعني ما عرفتش راسي شنو. كيقول لي واش انت كدير ذاك الشيء؟ كنقول لهم اش كندير؟ اش ذاك الشيء؟ ما فهمت. كيقول لي كدير الفوكه، عاد واش كنقول لهم راني كندير الفوكه. المهم الناس عقلوا عليك ماشي واخا جوزه وحده عقلوا عليك. عقلوا معايا ومني كنسالي في اي مهرجان ولا في اي صواريه الناس كيقول لي ناخذوا معاك تصويره وهذا وهذا يعني شرف لي لان التلفزيون تيفتح الافاق تيفتح. واهم حاجه ان بنتي ارتاحت نفسيا. لان بنتي كانت كتشوفني في لي سواري في المهرجانات مع فنانه مع كوميديين اللي معروفين يعني وكتقول لي علاش بابا هما كيدوزوا في التلفازه وانت ما كدوز وانت ما كدوز وكتلعب معاهم نفس المهرجانات. كنقول لها بنتي راه كنقول لها بنتي راه التلفازه راه دايرينها مع الحيط ما لقيتش منين ندخل. ولكن كنشكر يعني برنامج ديال قصه الناس وانا يعني كنفتخر بانني انا كنقولها من هذا المنبر وانني خريج ديال برنامج قصة الناس. مرحبا بك سي فريد وشكرا بزاف على هادشي اللي عاودتينا. شكرا لكم كلكم. طيب مشاهدينا قبل ما ناخذوا الاستاذ رقي الهوري في نهاية الحلقة ناخذوا فاصل اعلامي ونرجعوا نكملوا معكم قصتهم من بعد. رجعنا مشاهدينا الكرام نتبعوا الجزء الاخير من قصتهم من بعد. وقبل ما نمشيو عند الاستاذ رقي الهوري تنشكرك بزاف احمد على في حقيقه على انت استثنائي في كل شيء في الحقيقه في الحضور ديالك. كل مره كتدوز كتخلي بلاصتك وقت ما تدوز كتخلي بلاصتك. مازال عاوتاني شي مره نعاودو نعيطو. مرحبا. تكون شاد كونجي. تكون شاد كونجي. مرحبا بك. شكرا لك فاطمه وعائشه وفريد. نرجع عندك الاستاذه رقية الهوري والتغيير اللي بان ايجابي خصوصا مثلا الحاله ديال فريد ولا السي اللي لقى الوالدين ديالو ولا الاثار النفسيه على هاد الناس ومدى الاستقرار اللي ممكن يكونوا يحسوا به هاد الناس من بعد التغيرات اللي في حياتهم. الحقيقه شيء رائع الحمد لله بعدا كنشوفوا هاد التغيير هذا يعني مادام يكونوا كاع الناس اللي دازوا في قصه الناس يكون لحقهم هذا التغيير هذا يعني ايجابي هو التغيير نالوا حظهم من هذا التغيير الايجابي. ولكن الحمد لله يعني هذه انا كنشوف زعما دعوه للتفاؤل ان الناس ما خصهمش يفقدوا الامل نهائيا في الحياه يعني ما يكونش عندهم ذاك الياس لان الانسان كيجرب المره الاولى المره الثانيه كيقول لك صافي انا ما انا يئست ما. فهذه بطبيعه الحال دعوه للناس لان يعني الحياه ما فيهاش المستحيل هذا هو اللي كنقولوا حنايا ان الانسان دائما يحاول. انت دابا لحظه يعني كيف قلت ديال 5 دقائق ولا 10 دقائق
غيرات مجرى ديال لانهم بطبيعه الحال اثروا في الناس، الناس عاوتاني اتصلوا لقات واحد الصدى واحد التفاعل. اذا انا هنا كنقول ان الانسان اللي سعيد، زعما هذا هو الدرس اللي خصنا نخرجوا بان الانسان اللي سعيد يعني اقل شيء كيمكن يسعده ويبسطه، وان الانسان اللي تعيس وكيشوف انه حياته دائما فيها تعاسه راه ما عرفت تبني له حتى القصوره ما عمره غادي يحس بهم. فلهذا خص الانسان ياخذ بحال هذه كدرس وكعبره، خاصه من يعني عائشه، لان زعما دعوه للتفاؤل. ان فكرت بداك الكوتش اللي اصبح عالمي وكيدور في بقاع العالم في الدول اللي فيها حروب، بالنسبه كيدور في مدارس هذا وكيعطي عنده لا يدين لا رجلين وتعلم انه يعوم. نعم وتزوج وولد، يعني هو كي يعني كيعطي درس للناس اللي هما برجليهم وبيديهم. لا عائشه غير حيت مهرسه، ما راه عندها واحد عندها واحد الطاقه تبارك الله ايجابيه رائعه جدا. اذا هنا كنقولوا ان لا يدين لا رجلين لا كل شيء، وانما التغيير دائما من الداخل. نعم يعني عندنا التغيير هنايا ماشي في الخارج. نعم. شكرا بزاف استاذ رقية الهوري، شكرا لكم الحضور الكريم. سي فريد اذا تنشكرك، تنشكر الناس كلهم اللي دخلوا الجمعيات اللي دخلوا باش يزيدوا في التالق ديالك، وتنتمناو انه هذا الدوزه عاوتاني وهذا المرور ديالك في قصه الناس حتى هو يكون اضافه لك. عائشه ايضا شكرا لك، وتنتمنى رسالتك تكون وصلت للجمعيات اللي بغيناهم ماشي يدقوا بابك ويمشيو ما يعاودوش يسولوا، ولكن اللي دق خصو يدخل ويشوف شنو الامكانيات اللي ممكن يقدم لك ويفجر هذه الطاقات تبارك الله اللي عندك. شكرا لك فاطمه، وايضا مازال نتذكروا مع الجمعيه ونشوفوا الصيغه القانونيه اللي ممكن تريح الجميع في عودنا هذه الصيغه اللي انت ما مريحكش. احمد تنشكرك ايضا على الحضور ديالك وعلى هذه البهجه والفرح اللي خلقتي. نعم الله يبارك فيك، تبارك الله عليك. شكرا تبارك الله عليك، تما كنتي كونجي مرحبا بك. لا 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 قولها لي. وخير ما كنختتموا به هو الابتسامه الجميله ديال السي احمد. شكرا لكم مشاهدينا، وشكرا لكل الناس اللي دخلوا في حياه هاد الناس وكانوا نقطه في تحول في حياتهم ومسارهم. شكرا لكم في هذه الحلقه الاستثنائيه اللي غتبقاو تلاقاو معها كل جمعه قصتهم من بعد، حيت باقي في الناس بزاف ما يتعاود. السلام عليكم.